استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما بأن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب أن يتواكب معها تنسيقا وتعاونا استثنائيين لبلورة رؤى مشتركة تضمن لدول المنطقة الحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة فيها وضمان الاستمرار في التنمية الاقتصادية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لما وجداه خلال الجولة الخليجية من حرص على الالتقاء بآفاق التعاون ثنائيا وخليجيا. وأكد سموهما أن مظاهر النهضة والتطوير التي تشهدها دول المجلس تعكس الإصرار على التقدم بقوة نحو أعلى درجات التنمية والتعامل مع التحديات كعوامل محفزة لمزيد من البذل والعطاء لتحقيق الأفضل لصالح المنطقة وشعوبها.